طيب نبدا مع بعض يا شباب، ندخل في قاعده يونت 1. الوحده الاولى اي يونت عليك بيكون فيها قاعدتين مهمين. قاعده بتكون في الجزء الاول من اليونت، والنهارده قاعدتنا هي زمن المضارع البسيط، والقاعده الثانيه وهي استخدامات حروف الجر. طيب الوحده الاولى رجاله بتتكلم عندي عن زمن مهم جدا وهو زمن المضارع البسيط. حد بيقول لي يا مستر احنا اخذنا الزمن ده قبل كده، تمام، ولكن انت في ثالثه اعدادي، الجديد عليك بقى انك هتستخدم الزمن ده في حاجه جديده شويه. ازاي الكلام ده؟ واحده واحده وبالراحه. احنا كنا بنعبر بالمضارع البسيط عن الحاجه اللي بتتكرر، وليه كلمات بتدل عليه. طبعا كل الكلام ده ثابت زي ما هو، لكن مت اولويز ويوجوالي. طيب الجديد بقى في ثالثه اعدادي ايه؟ الجديد في ثالثه اعدادي انك هتستخدم المضارع البسيط ده لما تيجي تتكلم عن المستقبل. ايه ده؟ ازاي الكلام ده يا مستر؟ بص يا سيدي، زمن المستقبل بعبر عنه باربع طرق مختلفه. اول طريقه بعبر بيها عن المستقبل اللي هي كلمه ويل وجوينج تو، الكلام ده انت عارفه. الجديد بقى ان المضارع البسيط تقدر تعبر بيه عن المستقبل. طب امتى الكلام ده؟ وهي دي الحته المهمه جدا في ثالثه اعدادي. امتى بقى بستخدم المضارع البسيط علشان اعبر بيه عن المستقبل؟ الكلام ده بيحصل في حاله التايم تيبل اللي هو جدول المواعيد. جدول المواعيد يا شباب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا جدول مواعيد الحصص او جدول مواعيد القطارات. يعني مثلا انت مسافر بكره الساعه 4، بكره دي مستقبل، ولكن طالما بقى في جدول وفي ميعاد محدد ده اسمه مضارع بسيط. خلاص كده؟ ده باختصار شديد. طيب انا في ثالثه اعدادي السؤال هيجي في ازاي في الامتحان واعمل ايه؟ ركز معايا بعد ما فهمت ان المضارع البسيط بعبر بيه عن المستقبل في حاله المواعيد. نبدا مع بعض نشرح بقى زمن المضارع البسيط بسرعه، لان يا شباب الاساسيات اللي انت عارفها هي اللي هتتسال فيها في ثالثه اعدادي برضو. نبدا مع بعض. زي ما تعودنا البريزنت سيمبل المضارع البسيط اي زمن زي ما اتفقنا بيكون فيه ثلاث اشكال للجمله. اول شكل للجمله يا شباب وهو الجمله المثبته. الكلام ده يعتبر مراجعه بالنسبه لك في ثالثه اعدادي. الشكل الثاني لو الجمله دي منفيه، والشكل الثالث لو الجمله دي سؤال. طيب واحده واحده كده علشان ناخد امثله ونفهم عليها. طيب اولا الشكل المثبت ده هو تكوين الزمن، يعني المضارع البسيط اصلا كان بيتكون من ايه؟ افكرك ثاني، المضارع البسيط يا شباب بسرعه كده هو الزمن اللي بيقسم ضمائر الفاعل لاربعه وثلاثه. الناس كانت معايا السنه اللي فاتت وفي ثانيه اعدادي وشرحنا الكلام ده برده. اربع ضمائر فاعل جمع اللي هو اي وي يو زي، دول بيعتبروا جمع، وثلاثه مفرد اللي هم هي وشي وات. ثاني وفكر في الجزئيه دي، المضارع البسيط خليك فاكر انه بيقسم ضمائر الفاعل لجمع ومفرد، لان اللعبه هنا في المضارع البسيط لعبه جمع ومفرد. طيب ضمائر فاعل جمع اي وي يو زي او اي اسم جمع، يعني مثلا اقول لك بويز تشيلدرن. طيب ضمائر فاعل مفرد هي شي ات او اي اسم مفرد زي ما اقول لك احمد وعلي. طالما بقى الزمن ده بيقسم ضمائر الفاعل او بيقسم الفاعل لمفرد وجمع، يبقى انا لازم احط عيني على الفاعل. اتفقنا؟ طيب ايه هي بقى ضمائر فاعل الجمع؟ الناس تحفظ معايا رجاله ثالثه اعدادي سنه مهمه جدا. اول ضمير عندي اللي هو اي، وبيكون عندي برضو وي، وبيكون عندي يو، وبيكون عندي زي. خلي بالك بقى دول بيعتبروا ضمائر فاعل جمع اي وي يو زي، وطبعا اي اسم ايه؟ اي اسم جمع رجاله. طيب ضمائر فاعل مفرد اللي هي بنقول عليها هي وشي، وبيكون عندي ات او اي اسم ايه مفرد. طيب زي ما احنا تعودنا ان ضمير الفاعل جمع وضمير الفاعل مفرد في المضارع البسيط هو بيقول لي لو لقيت الفاعل جمع الفاعل بيجي فيه المصدر. تاني كده، لو الفاعل جمع الفاعل بيجي هنا يا رجاله في المصدر. طيب يعني ايه بقى الفعل في المصدر؟ الفعل بدون اضافات. ده الكلام ده احنا عارفينه في المضارع البسيط، ما هو ده اللي عليك في الوحده الاولى. تاني لازم تفهم الكلام ده كويس. اما جزئيه بقى ان احنا نعبر عنه بالمستقبل دي سهله جدا وهشرحها لك برضو بالاسئله. طيب ركز بقى معايا، اي وي يو زي بيجي وراها مصدر الفعل. يعني ايه مصدر الفعل؟ يعني بدون اضافات. طيب هي وشي وات او اي اسم مفرد ده على طول بيجي وراه الفعل هو هو، ولكن بزود له اس. وخلي بالك بقى عشان ما تتلخبطش، الاس دي اسمها اس المضارع البسيط. الاس ده يا شباب لا ليها جمع ولا ليها مفرد، الفعل اصلا ما فيش منه جمع ومفرد. يعني مثلا ما اقول لك بلاي يعني يلعب، ده قلت لك بلايز برضه هي معناها يلعب. خلاص؟ ليه؟ لان الاس هنا اس المضارع البسيط الزمن ده. عشان ما تنساهاش كنا بنقول ان المضارع البسيط هي وشي وات الفعل اخره اس اللي هي اس الايه؟ المضارع البسيط. طيب ناخد مثال على الكلام ده؟ ناخد مثال. خليني مثلا اقول لك زي، طبعا زي يعني هم، واقول لك مثلا ليف، كلمه ليف يعني يغادر. خلاص؟ واقول لك ات، هم هيمشوا مثلا الساعه 7. انا بحدد ميعاد هنا وبقول لك ان هم هيمشوا الساعه 7. خلي بالك بقى الفكره كلها في الفعل والفاعل. احنا اتفقنا نحط عينينا على الفاعل. زي هنا حدد كده الفعل ده مفرد ولا جمع؟ الفعل ده جمع. طالما الفعل ده جمع يبقى انت هنا بتجيب الفعل فين؟ في المصدر. مين اللي قال الكلام ده؟ القاعده بتاعتي اللي هو اي وي يو زي بيجي ورا الفعل فين يا رجاله؟
في المصدر. طيب خلينا ناخد مثال تاني. المثال ده بيتكلم على القطار مثلا. لو هقول لك ذا ترين، انت بقى حل وقلت لك نقط وعايز اقول لك ات 7 AM، عايز اقول لك القطار هيغادر الساعة 7 صباحا. طيب هحط هنا كلمة ليف، اقول لك خلي بالك بقى، حط عينك على الفاعل قبل اي حاجة. الفاعل عندي هنا ترين، القطار ده مفرد. طبعا مفرد يبقى الفعل اخره ايه؟ اس مين؟ المضارع البسيط. يبقى اقول له هنا ليفز. سهل كده يا رجالة؟ يبقى انا لما باجي احل، خلي بالك من الجزئية دي، لما باجي احل في المضارع البسيط لازم احط عيني على الفاعل. ليه؟ لان الفاعل لو اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع، ممكن هنا اشيل زي واكتب مثلا ترينز القطارات. خلينا نحولها كده ونقول القطارات هتمشي او هتغادر المحطه. لو انا قلت لك مثلا ذا ترينز القطارات ليف ات 7، يعني هتغادر الساعه كام؟ الساعه 7. يبقى انا عندي مثالين كده يا شباب، ممكن اقول لك هنا القطار او اقول قطارات الجمع منها. خلاص. طيب ركز بقى كده في الجزئيه اللي هنقولها دلوقتي، علشان احنا كده هنبدا ننفي القاعده دي. لما نقول القطارات بيغادروا الساعه 7 او اقول القطار غادر الساعه 7، ده زمن مضارع بسيط ولكن بعبر بيه عن المستقبل. الساعه 7 دي ممكن تكون بكره مثلا. طيب هو بكره ده مش مستقبل؟ اه. طب هو انا اقدر اعبر عنه بالمضارع البسيط؟ اه. امتى بقى؟ في حاله التايم تيبل. يبقى هنكتب هنا كده التايم تيبل دي اللي هي جداول المواعيد. يبقى تلت اعدادي دي عشان ما تتلخبطش، تايم تيبل تلت اعدادي عشان ما تتلخبطش يا رجاله. انا بستخدم المضارع البسيط امتى؟ في حاله ايه؟ جداول المواعيد. عندي جدول كده متقسم في مواعيد معينه، فهنا بستخدم المضارع البسيط وعبر بيه عن المستقبل. اوعى تتلخبط عشان ما حدش يجي يقول لي مثلا انا شفت كلمه tomorrow، هنا ممكن يكتب لي next week عادي، يعني هيطلع الساعه 7 الاسبوع اللي جاي. ينفع الكلام ده؟ ينفع. ليه؟ لان المضارع البسيط بعبر بيه عن المستقبل في حاله المواعيد. تمام يا ثالثه اعدادي؟ طيب نيجي بقى الجمله دي بنسميها جمله مثبته. يعني ايه مثبته؟ يعني القطار فعلا هيغادر المحطه، مش كده؟ طيب الجمله المنفيه بقى هي نفس الكلام ده بالظبط، ولكن نحتاج انفي. طب تعالى نرجع للعربي كده، لما اجي اقول بالعربي يعني القطار يغادر المحطه، خلي بالك الجمله دي معناها ان هو هيغادر، هيمشي يعني، ده اثبات. انفي بقى بالعربي هتقول لي القطار لا يغادر، خلاص ان هو مش هيمشي يعني. طيب احنا بقى كلمه لا دي هي النفي بتاعتنا، طالما في نفي يبقى في كلمه نفي في اللغه الانجليزيه. طيب خليك فاكر ان المضارع البسيط بيقسم ضمائر الفاعل لمفرد وجمع. الجمع اللي هو اي وي يو زي، لما اجي انفي بقى بستخدم كلمه اسمها دونت. طيب هي كلمه دونت دي لكل الازمنه ولا خاصه بالمضارع البسيط بس؟ لا، خاصه بالمضارع البسيط بس. طيب اكتب معايا كده واحفظ معايا، اي نفس القاعده اللي كانت فوق، نفس ضمائر الفاعل لازم هقسمه وي يو وزي. مالهم دول؟ دول اسمهم ضمائر فاعل جمع. دول اسمهم ايه يا رجاله؟ ضمائر فاعل جمع. كنا بنقول في الاثبات بيجي وراهم الفعل في المصدر. طيب افرض انا عايز اقول لا يغادر بقى، مش هيغادر، يبقى هقول هنا دونت الاول. لازم بقى احفظ الكلمه دي يا شباب، الكلمه دي حفظ بالحروف، زائد الفعل في المصدر. دونت زائد الايه؟ المصدر. يعني ايه بقى دونت زائد المصدر؟ يعني ما اقول لك دونت بلاي يعني لا يلعب، دونت ايت لا ياكل، دونت سويم لا يسبح. يبقى دونت هي نفي بتنفي مين؟ ضمير الفاعل الجمع. فاستخدمها امتى؟ لو ضمير الفاعل جمع، يعني اي دونت بلاي، انا مش هلعب. خلاص كده. طيب يا مستر، انا سامع حد يقول لي يا مستر لو الفاعل طلع مفرد هي او شي او ات او اي اسم مفرد، علي، احمد، منى، اعمل ايه؟ بستخدم دونت برضو؟ قال لك لا، دونت دي للجمع، لضمير فاعل ايه؟ الجمع. طب المفرد بيكون لي كلمه اسمها doesn't. كلمه اسمها يا رجاله doesn't. طيب doesn't بقى، ودي الحته اللي كله بيغلط فيها، حتى بنقعد نكرر وبتغلطوا فيها برضو. doesn't بقى اوعى تنسى الكلمه اللي هقولها لك دي. doesn't بقول لك عليها انها بلطجيه. يعني ايه بلطجيه؟ يعني لها شرط ان الفعل بيجي وراها في المصدر. هتقول لي يا مستر ما احنا قلنا في الاثبات هي وشي وات الفعل اخره اس، يعني كنا بنقول هي ليفز. طب هنا بقى لما اجي اقول doesn't، لا، لما تيجي تقول doesn't افتكر بقى ان doesn't سرقت الاس. doesn't ايه؟ سرقت الاس، يعني هيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. اوعى تنسى المعلومه دي. ازاي انا يا مستر يعني اقول ذا ترين doesn't leave؟ اه خلي بالك لازم ترجع الفعل الاصله بعد doesn't. يبقى تقدر تقول في حاله النفي الفعل بيجي فين؟ في المصدر، سواء الفعل كان جمع او مفرد بعد doesn't او don't. طب اللعبه فين بقى هنا؟ اللعبه في اختيارك لdon't او doesn't. ما هو مش كل الطلاب شطار، يعني ممكن طالب مثلا يلاقي كلمه علي ويجي ينفيها مثلا فيقول don't غلط. لازم بقى طالما الفعل طلع مفرد استخدم كلمه doesn't. طيب انت حافظ حروف doesn't؟
لازم تحفظها خلاص. يبقى انا لازم كلمتين دول هما كلمتين النفي بتوع المضارع البسيط ولازم احفظهم. بسرعه كده هرجع لك على الجزئيه اللي احنا خدناها دي. احنا القاعده اللي هنحفظها هي المربع ده. ركز على المربعات دي. المربع الاولاني اي وي يو زي بيجي ورا الفعل في المصدر هي وشي وات الفعل المضاف له اس ده اسمه الاثبات في المضارع البسيط. دي جمله منفرده جمله مثبته. ودي نفسك امثله بقى يعني انت قاعد في البيت فاضي اقعد قول لنفسك مثلا زي يجي وراها المصدر فاقول زي ايت خلاص زي بلاي وي ايت مصدر الفعل. طب لو هتقول هي هتقول هي ايتس هي اللعبه كده خلاص مفرد وجمع الفاعل جمع الفعل في المصدر الفاعل مفرد الفعل اخره اس. طيب احنا كده قلنا جمله مثبته تعالى ننفي بقى. ننفي يبقى عندي كلمتين دونت ودازنت. دونت لو الفاعل جمع ودازنت لو الفاعل مفرد. اهم حاجه الاثنين بيجوا وراهم الفعل في المصدر. طب انت بقى انتوا اللي هتحلوا بقى. احنا هنا قلنا ترينز القطارات ليف هتغادر ات 7 مثلا نيكست ويك تومورو القطارات هتغادر المحطه الساعه 7. لما اجي انفي الجمله دي عايز حد شاطر كده ينفيها لي يا رجاله. هتقول لي سهله يا مستر هكتب الفعل اللي هو ترينز. طيب لو انا نسيت انا لازم اكون حافظ القاعده دي وامشي عليها. المستر محمد قال لي ان الفعل لو الفعل جمع لو الفعل يا رجاله جمع تعمل ايه بقى؟ الفعل يجي فين؟ في المصدر. فهتقول لي ليف. طيب في حاله بقى ان الجمله دي يا رجاله كانت منفيه احنا قلنا ترينز يبقى في النفي بقى هنستخدم دونت ولا دازنت. لازم ابص على الفاعل. الفاعل جمع يبقى هنفي بدونت. عايز اقول لا تغادر خلي بالك. طيب الفعل فين؟ في المصدر اللي هو ليف يبقى اقول له دونت ليف واكمل جملتي مثلا واقول الميعاد اللي هو موجود عندي في الجدول. اوعى تنسى ان احنا بنستخدم في جدول المواعيد المضارع البسيط دايما. في التركيه هنا الفعل جمع عشان كده اخترت مين؟ دونت. ودونت بيجي وراها مين؟ المصدر. سهله كده؟ طيب عايز حد شاطر ينفي لك الجمله الصعبه دي اللي هي ذا ترين القطار الواحد بقى. لا قطار واحد يبقى انا هنا محتاج ايه؟ ارجع للقاعده. عايز انفي مضارع بسيط والفاعل مفرد قبل اي حاجه اوعى تنسى الحركه اللي احنا بنعملها. نحط عينين على مين؟ على الفاعل. الفاعل طلع مفرد قطار واحد يبقى اقول له ليف دونت ليف ولا اقول له دازنت ليف؟ شاطر برافو عليك. هتقول لي دازنت ها ليف ولا ليفز؟ ليف. دازنت بيجي وراها الفعل فين يا رجاله؟ في المصدر بدون اضافات. خلي بالك التركية الفاعل مفرد جبنا دازنت ودازنت بيجي وراها مين؟ مصدر الفعل. سهله كده ولا صعبه؟ سهله ما فيهاش حاجه. يبقى انا بستخدم المضارع البسيط لما اجي اعبر عن المستقبل بنفس التقنيه اللي انا كنت حافظها زمان واللي انا كنت فاهمها اللي هو الجمله المثبته فعل في المصدر فعل مضاف له اس. النفي بستخدم دونت والمصدر مع الفعل الجمع او دازنت والمصدر مع الفعل المفرد. نيجي على اخر حاله حاله السؤال وبتلخبط الناس شويه. فكر بقى معايا وخلي بالك زي ما قلت لك احنا بنحل كتب خارجيه يعني جزء القواعد في الكتاب المعاصر او جامع بيت باي بيت هيتحل كله بالكامل. فعايزك بقى تركز معايا جدا في حل الاسئله لان بنحل طبقا للشرح اللي احنا بنشرحه. طيب نيجي بقى على اخر حاله وهي حاله السؤال. طيب لما اجي اسال في المضارع البسيط الاول بس عايز افكرك بحاجه. طالما انت في ثالثه اعدادي وعندك سؤال محادثه وطبعا هنفرد له حلقات مش حلقه واحده باذن الله ما هيكونش في اي قلق منه. طيب السؤال خلي بالك في الانجليزي عشان ما تلخبطش نفسك نوعين يعني ما عنديش نوع واحد للسؤال عندي نوعين للسؤال في اللغه الانجليزيه. ايه هما النوعين الناس الشاطره اللي فاكره معايا؟ كنا بنقول سؤال بهل وسؤال باداه استفهام. طيب انتوا كلكم حافظين ادوات الاستفهام اللي هي مثلا لو قلت لك ما او ماذا هتقول لي وات، لو قلت لك اين هتقول لي وير، لو قلت لك متى هتقول لي وين. دي كلها اسمها ادوات استفهام اللي هي دبليو اتش بنقول عليها حتى السؤال باداه استفهام. ده النوع الاولاني وانتوا عارفينه. والنوع الثاني بقى هو السؤال بهل وده في مشكله شويه. عارفين ليه؟ لان ما عنديش كلمه في الانجليش اسمها هل، ما عنديش حاجه اسمها هل، لكن عندي ان كل زمن وله هل بتاعته. يعني كل زمن بتحفظ فيه كلمه بيكون معناها في اول الجمله هل. احنا قلنا مضارع بسيط ده بتاع دونت ودازنت بتاع مين؟ دونت ودازنت. طب لما اجي اسال هسال بدو وداز احفظهم بقى عشان ما تنساهمش. طب يا مستر معنى كده ان دو وداز في اول الجمله معناهم هل؟ برافو عليك. ده بتكتب لي القاعده عشان احفظ بقى. طب هي دو هيجي وراها ايه وداز هيجي وراها ايه؟ طيب الناس الشاطره ركز معايا. الشاطر بقى خلي بالك دو اصلا كنا بنقول دي للفعل الجمع ففي حاله السؤال هي جت الاول. عايز اقول هل هم هل القطارات فاللي هيجي بعدها الفاعل. طب دو بقى فاعل جمع ولا مفرد؟ جمع. جدع برافو عليك. فهتقول لي دو بيجي وراها مستر فاعل جمع. طب الناس الشاطره يعني ايه فاعل جمع؟ يعني اي او وي او يو او زي. وايه كمان؟ ترينز اقول له مثلا الاطفال الاولاد اي كلمه جمع. انتوا شطار وعارفين الفرق بين الجمع والمفرد. طيب كده تمام انا عرفت دو بيجي بعدها الفاعل الجمع وبعد الفعل الجمع قلنا مستر بيجي حاجه اسمها الفعل في المصدر برضو هي دو بلطجيه زي دازنت ودونت. اه يا حبيبي بيجي ورا الدو
الفعل في المصدر. طيب كم خطوة كده؟ ادي واحد اتنين تلاتة. لو حققت التلات خطوات دول في السؤال بهل انت كده عرفت انك تعمل سؤال في المضارع البسيط. طيب السؤال بهل ده اجابته ايه؟ لما حد يقولك هل انت اكلت او هل انت تأكل فتقول له اه او لا، يعني yes or no، فدايما هجاوب ب yes or no. طريقة الاجابة بسرعة كده، طبعا انا هفرد حلقة كاملة للاسئلة عشان المحادثة يعني. طريقة الإجابة yes or no، يعني لو هجاوب yes هعكس بقى دي مع دي، يعني أقول yes they do مثلا لو الفاعل they. طب لو أقول no هي هي بالظبط no وبعدين الفاعل they، أهم حاجة إن no بيجي معاها مين؟ don't. خلي بالك لما تيجي تجاوب بنو بتنفي، تقول no they don't مثلا. طيب مش قصتنا بقى السؤال بهل، ولكن أنت لازم تحفظ القاعدة اللي قدامك دي، do زائد فعل جمع زائد المصدر زائد تكملة الجملة بقى بعد كده. طيب خلاص احنا فهمنا كده يا مستر. طب هفكرك داس واقول جمله عليها ايه؟ برافو عليك، هل بيجي بعدها فعل جمع ولا مفرد؟ ها برافو جدع، اللي هو الفاعل المفرد. يعني ايه بقى بالظبط؟ يعني هيجي وراه هي او شي او ات او اسم ايه مفرد، يبقى داس هيجي وراه ايه يا شباب؟ فاعل مفرد. في حاله السؤال بتيجي في اول الجمله بيكون معناها هل وبيجي بعدها فاعل مفرد، واخر حاجه بيجي وراها برده الفعل في المصدر. سمع حد شاطر بيقول لي يا مستر يعني في حاله الاثبات والنفي والسؤال، النفي والسؤال دايما الفعل بيجي فينا رجاله في المصدر، فانت خليك شاطر كده اول ما تشوف dont او doesn't او do او does وراهم فعل في المصدر على طول. هو بيغلطني في الجزئيه دي، خلي بالك انت في ثالثه اعدادي بيبدا يختبرك في حاجات معينه كده، كل تركات الامتحان وكل الاختبارات هنديلك كمان على السبوره وفي مذكرات. بالمناسبه يا رجاله في طبعا في صندوق الوصف مذكره بالكلام ده، ابدا حملها وابدا ذاكر معايا. طيب نرجع للقاعده بتاعتنا، كنا قلنا من شويه ان طبعا القاعده اللي هي do زائد فعل جمع زائد الفعل في المصدر او does زائد فعل مفرد زائد مصدر الفعل. ناخد مثال كده، عايز حد شاطر يسال بقى على القطارات، هل القطارات هتسافر ولا لا؟ هل انت قلت لي يا مستر هل، هل اللي هي do على طول كده اه لان بتكلم في مضارع بسيط. طب لو كان ماضي كنا سالنا بديد، مش عايز ادخلك في حاجه بس عايزك تبقى فاكر ان كل زمن وله هل بتاعته. خلاص مضارع بسيط اللي هو موضوع الوحده الاولى هتلاقي السؤال بدا بدو او بdoes. طب كل اللي عليك تعمل ايه؟ تمشي على القاعده دي. هو انا هحفظ القاعده دي؟ لازم لازم لازم. الجزء ده يا شباب بيكون جزء حفظ، اللي هو ايه؟ اللي هو المربع اللي على السبوره قدامك ده. طيب دو امشي على القاعده، قلنا دو بيجي بعدها فعل جمع اللي هو مين؟ ترينز. برافو عليك، يبقى تقول لي دو ترينز، هل القطارات مالها بقى؟ عايز فعل في المصدر اللي هو مين؟ ليف. يبقى انت كده بتسال هل القطارات هتمشي الساعه 7؟ خلاص كده، وطبعا همس فهم في الاخر. هل القطارات هتغادر الساعة 7؟ فهتقول لي يس او نو. لو هتجاوب على السؤال ده بنو مثلا عشان اكد بس على الحتة دي، هتقول لي نو وتقول لي ترينز اللي هي مثلا ممكن اقول القطارات او اقول زي مكانها عادي ترينز، واقول له دو ولا دونت؟ دونت. ليه حطينا ان ابوستروف تي يا رجالة؟ عشان نو. عشان ايه؟ نو. طيب لو انا بقى هسأل بهل للمفرد اللي هي داز، داز بيجي وراها الفعل الايه؟ المفرد، فهقول ترين، ما ينفعش استخدم ترينز، هقول ترين. طيب الفعل هيجي ليف ولا ليفز؟ ليف برضه. ليه؟ لان ترين وداز بيجي وراها، داز بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. هل القطار هيغادر الساعه 7؟ فتقول لي يس اور نو. خلاص كده يا رجاله السؤال بهل ما فيهوش اي مشكله. طيب نيجي بعد كده على السؤال الثاني بقى، النوع الثاني من السؤال اللي هو السؤال بأداة استفهام. احنا كده حفظنا قاعده السؤال بهل، حد يسمعها لي كده؟ اه يا مستر، في المضارع البسيط دو او داز، دو وراها فعل جمع وبعدين فعل في المصدر، ولو داز وراها فعل مفرد وبعدين فعل في المصدر. السؤال بقى الاستفهام بقى سهل جدا يا سيدي، كل ادوات الاستفهام اللي هي اولها دبليو اتش، يعني مثلا تقول لي مثلا وات او وين او اي اداه استفهام، دي برضو حفظ الجزئيه دي كده، بيجي بعدها الحته دي بالظبط كده. يعني انت كل عليك انك هتزود بس اداه الاستفهام، بعد كده هتقول لي دو، دو هنا فعل مساعد ملهاش ترجمه، اوعى تلخبط نفسك، او داز، دو او ايه؟ او داز، على حسب الفاعل، دو فاعل جمع وداز فاعل مفرد زائد الفعل في المصدر. طب ناخد مثال؟ اه عادي، ما بقول لك وين، متى، خلي بالك طبعا وات دو زائد الفاعل الجمع والفعل المفرد. لما اجي اقول لك مثلا وان وين، ما ينفعش اقول، ما ينفعش اقول ترينز على طول، ما ينفعش اقول وين ترينز، انما الصح ان انا اقول وين وفعل مساعد على حسب الفعل ترينز جمع، يبقى استخدم دو ولا داز؟ دو، وبعدين اقول له ترينز بسال عن قطارات جمع، وبعدين اقول له ليف. يعني بسأل كده امتى القطارات هتغادر في المستقبل. ليه سألنا في صيغة المضارع البسيط؟ لأن ده رجالة ايه؟ مستقبل، وبعبر عن المستقبل بزمن اسمه المضارع البسيط. طيب باختصار شديد كده، حد بيقول لي يا مستر طب وظروف التكرار اللي احنا حفظناها اللي هي طبعا always usually sometimes
وأوفن ونيفر وإيفري داي. كل دي طبعا هتجيلها معانا برضو بتعبر عن المضارع البسيط، ولكن في حالة المستقبل هو بقى بدأ بشيل الحاجات دي كلها وحط مكانها جدول مواعيد. يعني ايه جدول مواعيد؟ يعني ميعاد محدد في المستقبل. يعني ما تستغربش لما تلاقي جملة فيها نقطة وجالك فيها next week او tomorrow وانت تحط مضارع بسيط. طب احط مضارع بسيط بناء على ايه؟ ليه ما اخترتش will؟ لان will ما بستخدمهاش مع المواعيد. نبدأ مع بعض بالجزء الخاص بحروف الجر. عايزك تركز معايا على السبورة. بص يا سيدي، حروف الجر بتقسم معايا لجزئين، حروف جر خاصة بالوقت وحروف جر خاصة بالمكان. الموضوع كله محتاج منك ترتيب افكار، هو بنسبة 90% في جزء كبير حفظ، لكن ان شاء الله هديك جزء كده على السبورة تركاية بسيطة تسهل عليك الحفظ، يعني وانت بتحفظ هتلاقي الموضوع سهل. طيب نبدأ مع بعض في حروف الجر الخاصة بالوقت. طبعا هما ثلاث حروف اللي هما ان وان وات، دول ثلاث حروف جر خاصين بالوقت. يعني ايه خاصين بالوقت؟ يعني بيجي بعدهم وقت. طيب ان وان وات، طبعا انت خدت جزء كبير في اولى اعدادي وتاني اعدادي زي ما كان بيقولوا لك ان اون ات شهور ايام ساعات. الموضوع ده صح جدا، بس دلوقتي بقى الموضوع هيكبر وان شاء الله هتروح اولى ثانوي وانت حروف الجر بالنسبه لك المفروض يعني تكون منتهيه. ركز معايا على السبوره، الشكل ده هيسهل لك الموضوع جدا. شايفين الشكل ده رجاله؟ كلكم طبعا عارفينه، ده شكل التصويب، شكل النشان. الشكل ده عباره عن ثلاث دوائر، دايره كبيره جدا ودايره متوسطه ودايره صغيره اللي احنا بننشن فيها. طيب الشكل ده هنحط فيه حروف الجر، والفكره دي خليها في دماغك عشان هتسهل لك الدنيا كلها. اول حرف هنتكلم عنه هو حرف الجر ان، بعد كده اون، بعد كده ات. احفظ الشكل معايا، ان اون ات، ان اون ات. طيب الدائره الكبيره حطينا فيها ايه يا شباب؟ حطينا فيها ان. ليه؟ لان هيجي بعدها وقت كبير. ركز بقى في الجزء اللي هيسهل لك الحفظ. ان حرف جر هيجي بعدها وقت، بس وقت كبير. زي ايه يا مستر؟ زي السنين. السنين دي كبيره ولا صغيره؟ سنه، سنه كامله. يبقى السنوات كلها هيجي قبلها حرف الجر ان، زي ما اقول لك مثلا ان 2010. تمام، اي سنه هيجي قبلها حرف الجر ان. خلاص بقى احفظ الفكره على السبوره، خد كده لقطه شاشه واحفظ الشكل ده كويس جدا. الحاجه الثانيه اللي اصغر من السنه شويه يا رجاله، الشهر. الشهر ده في ايام كتير، يعني حاجه كبيره. طالما شهر يا شباب على بعضه، زي ما اقول لك مثلا شهر ماي جون، يبقى الشهور دي كلها يا شباب بتيجي قبلها حرف الجر ايه؟ ان. يبقى اقدر اقول هنا ان جون او ان ماي. بعد كده عندي برضو حاجة كبيرة، حد يقول عندنا أربع فصول في السنة يا مستر. الفصل ده الربيع، الخريف، الصيف، الشتاء. الفصل ده حاجة كبيرة، يجي قبلها إن أقول له برافو عليك، كده بدأت تفهم القاعدة معايا. يعني تقول إيه يا شباب؟ تقول إن سبرينج، إن سامر، يبقى أنت إن وينتر. طبعا كل فصول السنة الأربعة لازم تحفظهم، ما في جزء حفظ إحنا اتفقنا، بس الفكرة العامة أنت عارف فصل السنة ده حاجة كبيرة فهستخدم قبلها إن. طيب ايه كمان؟ عندي برضه في حاجه اسمها العقود. يعني ايه العقد؟ العقد اللي هم يا شباب العشر سنوات. يعني مثلا اي تاريخ هتلاقيه مكتوب بالشكل ده يجي قبله ان، اللي هو مثلا يا شباب 1916 وفي الاخر اس، في الاخر يا شباب اس، يبقى 1960 وفي الاخر اس، يبقى ده كده تاريخ. يعني بقول لك في الستينات، ادي القرن، ادي العقد يا شباب في الستينات. اما القرون بقى، القرن اللي هو قرن كامل، طبعا القرن عارفين 100 سنه خلاص. ودايما كلمه قرن دي هتلاقي فيها كلمه سنشوري اللي هي معناها قرن، فتقول له ان ذا 19 سنشوري، في القرن ال 19. ودايما 19 او 18 او اي حاجه هتلاقي فيه تي اتش صغيره فوق كده، اعرف ان ده قرن. طالما حاجه من القرون يبقى هيجي قبلها ان. خلي بالك القرن ده 100 سنه، يعني حاجه كبيره جدا. طب العقد برضو 10 سنوات، ممكن تاخدهم من الكبير للصغير. يعني 100 سنه اللي هي سنشوري هيجي قبلها على طول طبعا ايه يا شباب؟ حرف الجر ان، عشان دي حاجه كبيره. بعد كده نصغر شويه اللي هو الستينات والسبعينات اللي هي العقود، دي حاجه كبيره برضو هيجي قبلها ان. طب نصغر كمان شويه هتلاقي نفسك رحت للسنه خلاص، زي اي رقم بقى، اي سنه مكتوبه قدامك بالشكل ده سنه، خلي بالك 1998 اي سنه. بعد كده الاصغر من السنه شويه الشهر. الشهر طبعا زي كل الشهور اكتوبر، ماي، جون، خلاص كل الشهور يا شباب هيجي قبلها حرف الجر ان، لازم تحفظهم طبعا. اللي اصغر طبعا او الفتره اللي هي اربع فترات في السنه اللي هي فصول السنه، طبعا زي سبرينج، زي سمر، المواسم دي يا شباب الفور سيزونز، لازم دول يجي قبلهم برضو حرف الجر ان، لازم تحفظهم. طبعا عندي حاجه واحده ما تلخبطكش اللي هي اجزاء اليوم. ايه هي اجزاء اليوم؟ عندنا اليوم يا شباب في اجزاء كبيره زي مثلا ان افترنون، خلاص ان ذا افترنون، ان ذا افترنون، ان ذا مورنينج في الصباح، ان ذا افترنون، ان ذا ايفنينج، in the evening اللي هي في المساء. كل الايام كل الاوقات دي لازم يجيب لها ان، خلي بالك in the، in the، احفظوا معايا كده in the morning، in the afternoon، in the evening. طب حد هيقول يا مستر يعني فين الليل؟ الليل يا سيدي ما بياخدش ذا، فعشان كده ما بيدروش ان، يعني night دي مش هيجي معاها ان، خلي بالك. يبقى تقدر تقول لي كده فترات اليوم كلها ما عدا ايه؟ night. امال night هتاخد ايه؟ at night، هناخدها في الاخر دي ما تلخبطكش. خلينا بقى فاهمين الجزء اللي احنا خدناه ده كويس جدا. عندي ان هيجي وراها سنين، شهور، عقود، قرون، اجزاء يوم، فصول، سنه.
لازم تحفظهم. تمام، خدهم بالطريقه اللي انا قلتها لك دي، هتسهل لك الدنيا كلها. كل الحاجات الكبيره اللي هي مثلا المئة سنه اللي هو القرن، العشر سنين اللي هي العقد، عندك السنه دي حاجه كبيره، عندك الشهر ده حاجه كبيره، فصول السنه حاجه كبيره، التلات اجزاء بتوع اليوم، ودي حاله استثنائيه كده تقدر تقول in the morning in the evening in the afternoon. طيب دي ان كده خلصناها وفهمناها. طيب هننزل بقى اصغر من الشهر، ايه الحاجه اللي اصغر من الشهر يا شباب؟ اليوم. خلي بالك بقى اليوم ده اللي هو في كلمه day، يعني اليوم ده لازم استخدم فيه حرف جر اسمه on اللي هو المتوسط. زي ما اجي اقول لك كده مثلا عندي يوم زي Sunday، Sunday ده اللي هو يوم الاحد، خلاص غالبا هيكون فيها كلمه day يا شباب. يبقى Sunday يوم الاحد، Friday، Monday، كل ده يجي قبله on. كنا بنقول in on at اللي هو in سنين، on ايام، وات دي هناخدها دلوقتي اللي هي الساعات طبعا. طيب يبقى اليوم ده متوسط، يبقى احنا عشان كده بنستخدم معاه ايه؟ on. اليوم بس يا مستر؟ لا، في حاجه كمان اللي هي التاريخ الكامل. خلي بالك من الجزئيه دي، لازم التاريخ يكون ايه يا شباب؟ كامل. يبقى تواريخ كاملة. عايزين مثال عليها هنشرح دلوقتي على السبوره بالتفصيل وهنحفظ مع بعض. تواريخ ايه يا شباب؟ كاملة. طيب اخر حاجه بقى عندي اللي هي at. at خلي بالك دي اللي هو الوقت المحدد التفصيل اللي هي الساعه اللحظه، خلاص at دي بتيجي مع الايه يا شباب؟ مع الساعات. يبقى عندي in وon وat. الشكل اللي على السبوره ده مساحه كبيره جدا من الوقت بستخدم قبلها in، مساحه متوسطه زي الايام والتواريخ بستخدم معاها on، مساحه محدده ساعه محدده بعينها كده بستخدم معاها at. طيب ده الجزء الخاص بالفهم اللي ممكن يسهل لك الدنيا شويه وانت جاي تحفظ، لانك هتيجي معايا دلوقتي نحفظ مع بعض على السبوره، وتعالى وانت بتحفظ بقى خلي دماغك هنا، يعني خليك معايا على السبوره. ده كل المنهج بتاعك، ده الوحده الاولى بالكامل، لو حفظتها تبقى انت تمام. اتفقنا حروف الجر اللي بتيجي مع الوقت هي ان واون وات. نمسك اول حاجه اللي هي ان. حد فاكر ان دي بتاعتي؟ اه، الاوقات الكبيره زي ايه؟ زي السنين، زي ما اتفقنا الدائره الكبيره يا شباب. السنين اي سنه تحط قبلها يا شباب؟ حط قبلها ان. يعني مستر السنه دي اكتب قبلها ان؟ برافو عليك، يبقى لازم ان وتقول له 1990. الشهور يا شباب، الشهور زي كل الشهور بقى لازم تحفظها، لان انت هتلاقي نقط وهتلاقي جايب لك شهر بعدها اي شهر، خلاص. هنا مثلا يبقى ان. طيب فصول السنة برضو N. ايه فصول السنة دي؟ هم اربع فصول يا شباب، Spring, Winter, Summer, Fall اللي هو الخريف، خلاص اربع فصول السنة لازم يجي قبلهم N. طيب الحاجات دي احنا عارفينها، قلنا السنين دي كبيرة قوي والشهور كبيرة قوي برضو في ايام كتير، والفصول يا شباب هم اربعة في السنة، يعني الفصل بيبقى وقت كبير. طب العقود اللي هي كل عشر سنين، وقلنا دي لها علامة، ايه علامتها؟ يا اما يجيب لك السنة كاملة كده خلاص 1960، ويجيب لك في الاخر اس، العلامة بتاعتها اللي هي حرف الاس ده يا شباب. يعني اي سنة او اي تاريخ تلاقي وراء اس لوحده كده، دي بتعمل ايه بعد الثمانين؟ دي معناها ان ده الثمانينات مش الثمانين. هتلاقي هنا 70 واس يبقى السبعينات، 50 واس يبقى هنا الخمسينات، دي اسمها العقود. ايه هو العقد؟ اللي هو كل 10 سنين، وساعات يكتبها لك تاريخ كامل زي كده، وساعات يكتبها لك بس رقم كده، يبقى ان ذا 18 اللي هي العقد في الثمانينات يعني. طيب في القرن، في القرن العشرين اللي هو شباب ان ذا 20s، خلي بالك بقى تي اتش فوق الرقم كده معناها ان ده قرن، السنشوري دي معناها القرن. يبقى انت خلاص علمتها، اي حاجه تجيلي بالشكل ده حط قبلها ان. وخلي بالك القرون دي 100 سنه، القرن 100 سنه، يعني العشرينات غير القرن 19 هتلاقي برضو كاتب لك 19 وفيها تي اتش. تمام اتفقنا. طيب في حاجه عند حد يقول لي مستر طب والعصور؟ احنا خدنا في العلوم حاجه اسمها العصر الجليدي، العصر الحجري، هم عصرين بس اللي عليك في ثالثه اعدادي، ممكن يجوا في الامتحان، ودي حاله نادره جدا. زي ما اقول لك ان ذا ايس ايج او ان ذا ستون ايج، هم الاثنين دول بس، العصر الجليدي والعصر الايه يا شباب؟ الحجري. تاني كده ان ذا ايس ايج خلاص، او ان ذا ستون ايج. طيب بعد كده عندي اجزاء اليوم، واحنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي بقى الثلاث فترات بس مش الاربعه. اليوم في اربع فترات، في الصباح، الظهر، المساء، واخر حاجه اللي هي في الليل. دي بقى دي لوحدها عشان ما بتاخدش ذا. ان ذا مورنينج، ان ذا افترنون، ان ذا ايفنينج، خلاص لازم تحفظهم معايا عشان دول مهمين، هيجيب لك في الامتحان نقط ذا ايفنينج. يبقى انت هنا عارف انت هتختار ايه، ان ولا اون ولا ات. برافو عليك، دي فترات اليوم. هل دي فتره محدده من اليوم؟ لا طبعا، دي فتره عاديه. يعني بقول لك مثلا في الصباح انهي ساعه؟ ما نعرفش. في بعد الظهر في انهي وقت؟ ما نعرفش. في المساء في انهي وقت؟ ما نعرفش. يبقى دي يا شباب حاله كده من حالات ان اسمها فترات اليوم، وهي ثلاث فترات بس عشان ما تلخبطش نفسك. في الصباح اللي هو ان ذا مورنينج، ان ذا ايفنينج، ان ذا افترنون. طيب بعد كده بيقول لي في فترات طويله زي ما اقول لك ان ذا باست، يعني في الماضي بشكل عام بقى، الماضي كله، ان ذا فيوتشر في المستقبل، يبقى ان ذا وفتره طويله. طبعا دي برده من الحاجات اللي ممكن تيجي لك في الامتحان وبتكون صعبه على الطالب، لان طبعا دي مش موجوده في الكتاب ومش كل المدرسين بيقولوها. ان ذا وفتره طويله، ان ذا باست او ان ذا فيوتشر.
لغايه كده شباب الموضوع بتاع الدائره الكبيره او الوقت الكبير. في جزئيه بقى تركيز صغيره كده بتجي لك بتلخبط لك الدنيا وانت بتحل معايا في الكتب زي ما اتفقنا نحل الكتب الخارجيه. ايه هي؟ قال لك ان 10 مينيتس. يعني ايه ان 10 مينيتس؟ في خلال 10 دقائق. ايه ده؟ هو ده دقائق؟ هقول لك لا، خلي بالك دي مش دقيقه، انت ما تعرفش هي جالك امتى، جاي الساعه 10؟ لا، هو بيقول لك في خلال 10 دقائق بشكل عام كده. قال لك الحاله دي هنسميها من حالات ان، ودي اخر حاجه ودي مهمه جدا وصعبه، الطالب الشاطر بينساها. فان 10 مينيتس دي معناها في خلال، معناها يا شباب في خلال 10 دقائق. طب لو قال لك ان 5 مينيتس، حد هيشوف ال5 دي هيقول له مستر ده وقت صغير. لا، خلي بالك ان نقط مينيتس يبقى هنا في خلال 5 دقائق. طيب ان 2 دايز نفس الكلام برضو، in two days يعني في خلال يومين. اوعى تنسى الجزئيه دي، انت انا متاكد الجزء اللي فوق ده كله انت فهمته من الدايره هنا، لكن الجزئيه دي محتاجه شويه حفظ، عشان كده قلت لك في جزء كبير للفهم وفي تركيه كده لازم تحفظها، اتفقنا؟ كده شباب حرف الجر ان واستخداماته مع الوقت مفيش حاجه خالص ناقصاك، يعني انت لو حفظت لي خد السبوره كده زي ما قلت لك انت في ثالثه اعدادي، عندك جزء بقى اهتمام، جزء فهم، طبعا مع حل التمارين الموضوع ده بالنسبه لك هيكون سهل. وخلي بالك عايز اقول لك على حاجه كويسه جدا. الكتب الخارجيه كلها سواء المعاصر او جيم او بيت بابيت اسئلتها بتتكرر. السؤال اللي تلاقيه بيتكرر معاك كتير اعرف ان ده بيجي في الامتحانات. يعني لو لقيت حاله واحده بس صعبه احفظها وخلاص، عشان دي يعني وارد انها تيجي في الامتحان. لكن السؤال بقى اللي يتكرر كتير وده بيكون السهل، يعني انت في ثالثه اعدادي ما بيقولكش حاجه صعبه قوي، بس محتاج منك تحفظ الشكل اللي على السبوره. نقول امتى يا شباب كده؟ ان سنين، شهور، فصول، عقود، قرون، عصور، اجزاء يوم، فترات طويله، وبعد كده كلمه في خلال اللي هي ان ذا مينيت او ان ذا 10 مينيت. طيب بعد كده عندي حرف جر اون. ايه هو اون ده؟ اون برضو نفس قالوا كلهم معناهم نفس المعنى اللي هو فيه. اون دي يا رجاله بيجي بعد زي ما اتفقنا بيجي بعدها الحاجه بقى الوسط اللي هو اليوم. وخلي بالك اون دي متخصصه لكلمه داي اللي هو معناه يوم. يعني اقول لك مثلا اون وايام الاسبوع، كل ايام الاسبوع فيها داي مش كده؟ هتقول لي اون مانداي، ساندي، ساتردي، خلاص؟ يبقى كل ايام الاسبوع شباب بيجيب لها ايه؟ اون. هيجيب لك نقط ودي بتيجي في الامتحان كتير خلي بالك. نقط ويجيب لك يوم من ايام الاسبوع فرايداي، فتقول لي ايه؟ اون فرايداي. طيب الحاجه الثانيه تاريخ، ولازم يكون كامل. يعني لازم يكون كامل يعني بالشكل اللي قدامك ده بس. ايه الشكل ده يا مستر؟ اقول لك اون واقول لك هنا 15. خلي بالك ده الشهر، ده الشهر يا شباب، وده اليوم. خلي بالك بقى احنا ليه بنقول تاريخ كامل؟ لان في ناس اول ما هتشوف ماي او جون، في مدرسين كده شباب يعني ايه بيخلي لك سيستم في الشغل كده فيلخبطك، زي مثلا ما يقول لك خلاص بقى انت اول ما تشوف شهر اختار. لا، خلي بالك في شهر اهو بس جاي ضمن تاريخ، جاي ضمن ايه؟ تاريخ. فهنكتب هنا تاريخ كامل، يعني شهر ويوم، شهر وايه؟ بص زي ما اتفقت، اول ما تشوف يوم سواء يوم مكتوب رقم او يوم مكتوب اسم زي فرايداي وكده تختار اون، يبقى اون 15 ماي. خلاص هنا في شهر بس في تاريخ كامل، اوعى تنسى الموضوع ده. اون بتيجي قبل الايام وبتيجي قبل التواريخ الكامله، تاريخ على بعضه يا رجاله. انا بقول كده عشان في ناس كتير بتغلط في الجزئيه دي. طيب في تركيه تانية صعبه؟ في تركيه تانية صعبه عايزك تركز فيها. ايه هي بقى؟ اون ممكن تيجي مع اجزاء اليوم. ايه ده يا مستر؟ انت مش قلت لنا ان ان هي اللي تيجي مع التلات اجزاء بتوع اليوم؟ خلي بالك انا لسه ما كملتش. اجزاء يوم محدده، يعني ايه الكلام ده؟ اجزاء محدده من اليوم. اجزاء محدده ايه يا شباب؟ من اليوم. تاني كده، اجزاء محدده من الايه؟ من اليوم. يعني زي ما اقول لك مثلا on Sunday morning، خلي بالك كده morning دي يعني الصباح، بس صباح يوم الايه؟ الحد. يعني تقدر تقول كده فيها داي برضو. يبقى نستخدم on. يبقى يعني ايه بقى اجزاء محدده من اليوم؟ اقول لك on Saturday evening. حد بقى هيشوف كلمه ايفنينج، خلي بالك طالما جاي ساتردي قبلها ده معناه ان هو حدد لك اليوم، حدد جزء محدد. انا بتكلم على يوم الجمعه الصبح فرايداي مورنينج، دي موضوع تاني. تاخد ايه؟ تاخد اون. يبقى خلي بالك من الجزئيه دي، يبقى اون ساندي مورنينج دي معناها ايه؟ وقت بس وقت محدد من اليوم، مش جزء من اجزاء اليوم العاديه. اجزاء اليوم العاديه احنا ما بنتكلمش عن يوم بالتحديد، لكن لو حددت اليوم يا رجاله يبقى اون. حددت اليوم يبقى ايه؟ اون. يبقى اون سانداي مورنينج، دي بتلخبط ناس كتير برضو. عندنا جزئين، تاريخ كامل هحط قبله اون، اجزاء محدده من اليوم هحط قبلها برضو يا رجاله اون. طيب الجزء ده بقى ده لازم يتحفظ، لازم تحفظه معايا دلوقتي. اون هوليداي، كلمه هوليداي طبعا فيها داي فاحنا خلاص حفظناها. خلاص في حاجه ثانيه فيها داي؟ يا مستر عندي هنا اون بيرثداي. يعني ايه بيرثداي؟ عيد ميلادي. اون ماي بيرثداي، يبقى دي ودي فيها داي. خلاص ايه ثاني؟ اون ا وارم داي، يعني يوم دافئ. يوم ايه يا رجاله؟ دافئ. هو اليوم الدافئ طالما فيها يوم يبقى استخدم اون. يبقى انت كده معايا برضو، دي حاجه مش هنحفظها، ده دي حاجه اتفهمت فيها داي وجايه مع اللي المستر قاله اون هوليداي، دي تتحفظ. اون هوليداي يعني في الاجازه. في ايه يا شباب؟ الاجازه. اون تايم، في وقت. اون تايم في الوقت. اون تايم دي برضو مهمه جدا وبتلخبط ناس كتير. اون
تايم اون اير رجاله. طيب اون ديوتي دي معناها في وقت العمل برضو او في دوام محدد. اون ديوتي بعد كده اون ا وورم داي اون بيرثدي بعد كده مفيش حاجه بقى الاون تاني خالص. يعني الجزء ده هتحفظ لي الخمس كلمات دول، دول لازم تحفظوا يا رجاله. اه فيهم داي وانت سهلت لنا الموضوع يا مستر، بس لازم تحفظه. والجزء الثابت عندي والاساسي واللي بيجي منه الامتحان كتير اللي هو ده اليوم والتواريخ الكامله زائد اجزاء محدده من اليوم. يعني ايه اجزاء محدده من اليوم؟ يعني اليوم وجزء محدد. اقول لك ساتردي ايفن، لازم اليوم، لازم اليوم عشان تستخدم اون. يبقى تاني كده اون بتيجي مع الايام، تواريخ الكامله، اجزاء محدده من اليوم، وبعض الكلمات. ادي كلمه اتنين خمس كلمات لازم تحفظهم، احفظهم معايا هتلاقي نفسك تمام. اون هوليداي، اون تايم، اون ديوتي، اون وورم داي، اون بيرثدي. دي اخر حاجه. نيجي بعد كده يا شباب لاخر جزء بقى عندي وهو ات. طبعا ات دي سهله اصلا لان دايما عاده يعني هيجيب لك بعدها وقت. قال لك اه بس خلي بالك بقى في ثالثه اعدادي لازم يديك حاجه زياده كده، وهي ان هو يجيب لك كذا مصطلح تحفظه مع ات، ولازم احفظه. هو غالبا هيعبر عن وقت محدد بس هو عايز يلخبطك. مبدئيا كده الساعات بيحط لها ات. يعني ايه الساعات يا شباب؟ يعني ات 8 كلوك، ات 7 كلوك، خلاص. يبقى دي ساعه محدده اللي هي على السبوره قدامك دي، يبقى دي كده حفظ خلاص، دي انت عارفها. وقت واو كلوك دي معناها بالظبط، معناها يا شباب بالضبط. يعني انا كده بقول لك الساعه 8 بالظبط تحديدا، في الساعه 8 ايه بالظبط. حد عارف الوجبات؟ كلكم حافظينها، كلكم بتحبوا الاكل يا رجاله. الوجبات اللي هي لانش وايه تاني؟ بريك فاست وايه تاني؟ ودينر. يبقى كل الوجبات الثلاثه بريك فاست ولانش ودينر كلهم بيجوا وراهم يا شباب، بيجي قبلهم حرف الجر ات. اوعى تتلخبط لان دي طبعا وقت محدد. تعالى وقت الفطار. في الفطار، الفطار بيكون وقت ايه؟ خلاص الساعه 7 بنفطر، الساعه 8 بنفطر، ده وقت محدد بالنسبه للعائله. فوجبات كلها بستخدم معاها ات. احفظ معايا كده ات ساعات وجبات. ات ايه يا رجاله؟ ساعات وجبات. هو في جزء حفظ، في جزء حفظ، انا بسهل لك الدنيا. لو سمعت الفيديو ده مرتين اوعدك ان انت هتحفظ حرف الجر دي كلها، وبقاعده الوحده الاولى الجزء الصعب فيها خلص. ات ساعات وجبات. ات ايه يا رجاله؟ ساعات وجبات. طيب ايه تاني يا مستر؟ قال لك بعض الاجازات، بعض الاجازات الرسميه مش كله، بعض الاجازات، وهم اجازتين مهمين عليك في ثالثه اعدادي ولازم تحفظهم. اول اجازه اللي هي كريسماس، تقول له ات كريسماس، وتيجي بعدها على طول يا شباب، تيجي بعدها ايه؟ على طول بالشكل ده، ات كريسماس اللي هو عيد الميلاد. في عيد الايه؟ الميلاد او عيد القيامه. بعد كده ات ثانكس جيفنج، طبعا ده برضو عيد من الاعياد لازم تحفظه اللي هو اسمه عيد الشكر. يبقى ات بتيجي في مناسبتين هم مهمين، وبتيجي في الامتحان تلخبط الطالب الشاطر. ليه بقول بتلخبط الطالب الشاطر؟ لان الجزئيه دي دايما جزئيه الحفظ دي ما بتجيش كتير قوي في الامتحانات، بس لو جت يبقى المدرس ده متعمد ان هو ايه؟ يختبر الطالب الشاطر. احنا كل الطلاب اللي معانا على القناه هنا ممتازين ان شاء الله، وانت واحد منهم، فباذن الله لازم تحفظ الحاجات دي معايا. ادي عيد اهو مناسبه، ات طبعا مناسبتين، ات ثانكس جيفنج، ات كريسمس. خلاص ايه تاني بقى يا مستر؟ تعالى بقى خد الحاجات اللي انت حافظها من زمان. ات ذا ويك اند اللي هي عطله نهايه الاسبوع، عطله نهايه الايه؟ الاسبوع. ات ذا ويك اند، ات ذا ويك اند، احفظهم، قلنا حاجات تتحفظ. طيب في هذه اللحظه بتاعت المضارع المستمر فاكرينها؟ ات ذا مومنت، ات ايه؟ ذا مومنت، في هذه اللحظه، في الوقت ده، ات ذا مومنت، مومنت. طيب وقت الفجر دي جديد عليك في ثالثه اعدادي ولازم تحفظها، ده ميعاد الفجر اسمه الدعون، ات دون، ات ايه يا شباب؟ دون اللي هو في ميعاد الايه؟ الفجر، ودي جديده ومش موجوده في كل الكتب الخارجيه، ات دون. طيب في الظهر بقى ات نون، ات ايه؟ نون. طب احنا قلناها بقى بالليل ات نايت، الجي اتش طبعا سايلنت، فبتقول له ات نايت، ات نايت. طيب ممكن اقول ات ميد نايت اللي هو في منتصف الليل، اه طبعا. طب ات ميد داي اخر واحده في ظهيره. خلي بالك بقى الحاجات دي لازم تتحفظ. بص يا رجاله، حروف الجر هما ثلاث حروف جر. الدرس ده والله العظيم في كل الكتب كبير جدا، ما بتاخدش في حصه واحده. انا على قد ما اقدر بحاول ان انا المهولك. ليه بقى؟ خلي بالك لما تكون في حاجه واقفه عليك او حاجه صعبه او حاجه كبيره، حاول تضغطها كلها وتشوفها قدام عينيك. لما تشوفها تعمل خريطه ذهنيه تحفظها. الشكل ده احفظه لي وبعدين احفظ الجزء ده، الشكل ده افهمه وبعدين احفظ الجزء ده. زي ما قلت لك لو انت اخذت لقطه شاشه للسبوره مفيش حاجه بعد كده في ثالثه اعدادي في الوحده الاولى. طيب نكمل بقى حروف الجر خاصه بالاماكن. طيب يا مستر ده احنا يا دوبك حفظنا دول سهلين جدا يا رجاله، واقول لك على تركايه تخليك تحل كل الاختياري وايه سؤال تصحيح الخطا من خلال فهمك معايا دلوقتي في دقيقتين اتنين بس. الحاجه الاولى يا شباب ان انت عندك ان وات بيجوا لي برضه بمعنى فيه بس للاماكن. ان بيجي بعدها مكان كبير، زي ما اقول لك مثلا ان كايرو، القاهرة دي مكان كبير خلاص، ان اليكس ان ايجيبت مثلا، او اقول لك هنا مكان يكون كبير زي دولة زي مدينة، كل الدول والمدن والاماكن الكبيرة. مكان صغير مثلا اقول لك ات سكول مثلا، سكول اللي هي مدرسة، ده مكان ايه؟ صغير. خلاص دي ما فيهاش مشكلة ودي بالنسبة لك سهلة. تعالى بقى للجزء الثاني واللي انت لازم تحفظه برضو. اول كلمة عندي اسمها نيكست تو، ايه هي بقى نيكست تو؟ طبعا بجانب. يا مستر انا هتلخبط. لا يا سيدي ما تلخبطش. ليه بقى؟
لما يجي يوصف لك حاجه مكانين جنب بعض مثلا وعايز يستخدم حرف جر، هيجي على نيكست تو هيعمل ايه؟ هل هيشيل لك الكلمه على بعضها وانت تجيبها؟ لا ابدا، لو عمل لك كده هتتلخبط، لان انت عندك ادي واحده معناها بجانب، واحده معناها بالقرب، واحده معناها خلفه، واحده معناها فوق، واحده معناها بين، هتلخبط. انا كده قال لك هو مش عايز يلخبطك، بس انت شغل دماغك. العمليه كلها رجاله عايز شويه تشغيل دماغ. اشغل دماغي ازاي؟ نيكست هاس ما نيكست ايه تو، هيسيب لك تو ويجيب لك قبلها نقط، فانت تجيب كلمه نيكست، او يجيب لك نيكست. طبعا دي سهله، لو جاب لك نيكست بعدها نقط فانت هتختار على طول نيكست تو عشان تحفظها. طب انا وانا مش حافظها اجيب الموضوع بالمقلوب بقى. جاب لي مثلا مثال وقال لي حاجه بجانب، حاجه هتقولها ازاي؟ هيجيب لك حاجه وبعدين نقط تو حاجه ثانيه، خلاص. فانت تقول له نيكست تو. خلاص يا شباب، يبقى دي لازم احفظها على بعضها، ما بيسيبوش اي رجاله، ما بيسيبوش بعض. الحاجه الثانيه برضو ما بتسيبش بعضها ازاي؟ ثلاث حاجات لازم احفظهم، اسمها ان فرونت اوف. والله العظيم في ثالثه اعدادي بيجيب لك ان نقط اوف، فانت تقول لي اوف وان، يبقى عايز في النص يا شباب فرونت، دي معناها في الامام. طب ممكن يا مستر يجيب لي نقط فرونت اوف؟ خلاص ده انت حلها لك كده، يعني انا لازم احفظها على بعضها، ما تسيبش منها حاجه. ده حرف جر واحد اسمه ان فرونت اوف، ان فرونت اوف لازم تحفظ على بعضها يا رجاله. طيب on the corner برضو ده بيجي في امتحانات كتير جدا لانه جديد عليك في تالت اعدادي، اللي فوق دول انت خدتهم قبل كده فما بيجيبهمش كتير. اما on the corner بيجي في امتحان ازاي؟ نقط the corner ده حرف جر على بعضه اسمه على الناصية مثلا، او يبقى on او في الجانب مثلا، يبقى ده on the corner يا شباب، اللي هو ايه في الركن او في الكورنر، ده اسمه on the corner. لازم تحفظه زي ما هو كده، لازم تحفظ ايه زي ما هو، ليه معنيين طبعا on the corner. بعد كده عندي حاجه اسمها opposite. يعني ايه opposite؟ يعني مقابل. طب دي كلمه واحده، خلاص بقى خليك ذكي، لو جاب لك كلمه واحده هيجيب لك معاها في الاختيارات opposite ولا next بس. طبعا مفيش حاجه اسمها next بس، حاجه اسمها next to، ولا هيجيب لك front of بس، فانت تختار يا شباب الحاجه الصح. خلاص يبقى هو مش هيختبرك في ترجمه، مش هيجيب لك حاجه وانت تستنبط، لا 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 خالص، هو هيختبرك في حفظك للكلمه فقط. يعني كلمه opposite معناها مقابل، بتيجي امتى؟ بتيجي طبعا عندك كلمه اسمها between، دي لها علامه برضو، يعني ممكن يجيبها لك مع opposite، فانت تختار opposite. ليه؟ لان between دي لازم يكون في مكانين معاها، هو ممكن يجيب لك مكان مقابل مكان، فانت تختار كلمه ايه؟ opposite. يبقى احنا عندنا جزئين مهمين، حرف الجر احفظه على بعضه ما بسيبش حاجه منه، next to and front of on the corner. التلاته دول بيلعب معايا فيهم ازاي؟ بيشيل لي حاجه منهم، يعني يجيب لي نيكست من غير تو، ان فرونت من غير اوف. خلاص يا رجاله، يجيب لي مثلا ذا كورنر من غير اون. طيب الجزئيه دي بيجيبها مع حاجه من دول ويكون ملخبطها مع حاجه من دول يا شباب، ونقص منها حاجه. اوعى تتلخبط، ما تلخبطش نفسك، شغل دماغك هتلاقي نفسك ممتاز في اللغه الانجليزيه. طيب اوبوزيت يعني مقابل، لازم احفظها طبعا. بيهايند يعني خلف، بيهايند يعني خلف. نير يعني قريب او القرب من، وعندي كلمه اباف دي معناها فوق، لازم تحفظ الحاجات دي يا شباب. واخر حاجه بتوين دي لها مكانين بيجي بعدها، يعني ممكن تقول هيجي معاها كلمه اند، هيجي معاها ايه؟ مكان، ركز كده في الجزئيه دي عشان دي صعبه، وبعدين يقول لك اند لازم ومكان تاني ويكون جايب لك نقط. فانت شفت اند ومكانين، يبقى مين ايه؟ هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك مثلا هوسبيتال بتوين، عايز يقول لك احمد مثلا بتوين، ويجيب لك مكانين بين حاجه وحاجه. خلاص هوسبيتال اند بانك مثلا، فانت كده بتوين جه بعدها مكانين وفي وسطهم اند، يعني بين محل ومكتبه، بين بانك وبوتنيكال جاردن اللي هي الحديقه النباتيه. طيب كده يا شباب احنا خلصنا الدرس، حروف الجر سواء خاصه بالاماكن بالكامل او خاصه بالوقت.